ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. واول مرة اصور في هذا المكان الغريب ده، بيتي مش الاستوديو، لان انا الاستوديو عند بيت والدتي، فده بيتي العادي جدا، ستارة البيضة العادية بتاعت البيوت، ده مش استوديو خالص، فهتحس ان هو بيت عادي يعني. ولكن انا النهاردة جاي بيتي عشان اصور هذا العملاق من LG اللي هو بيجي بحجم 75 بوصة بتقنية النانو سيل. التلفزيون ده بالحجم ده في الاستوديو عندي ملوش مكان خالص، فعشان كده جبته في البيت على ترابيزة التلفزيون بتاعتي وصورت، يعني ده اخر اللي انا اقدر اعمله يعني في هذا الحجم الغريب جدا. مبدئيا خلينا نعرف ايه هو التلفزيون ده. التلفزيون ده زي ما قلنا هو من شركة LG، اسمه نانو سيل 75 اللي هو ال 75 بوصة. ايه هي النانو سيل؟ النانو سيل هي طبقة على الشاشة مصنوعة من خلايا النانو، حجمها بيوصل لغاية 1 نانومتر، والطبقة دي LG اخترعتها او عملتها عشان تدينا تشبع الوان وتبقى الاضاءة في كل الاجزاء الشاشة او في كل انحاء الشاشة متساوية، وان الشاشة تولد الوان او تطلع لنا الوان افضل بكتير من ال LED العادية. طبقة النانو دي مش بس بتعمل تشبع الوان وبتوزع الاضاءة بشكل احسن، لا دي كمان بتخلي زوايا الرؤية بتاعت التلفزيون ده افضل بكتير، بحيث ان انت لو بتتفرج مثلا في جنب الجهاز او حاجة مش هتلاقي ان الالوان اختلفت او الالوان عملت شيفتنج. كمان التكنولوجيا دي بتخلي حواف الشاشة صغيرة جدا، عندنا على كل شاشة حواف سيمترية وحواف صغيرة جدا عشان تديك اكبر مساحة من الفرجة على التلفزيون يعني. كمان الشاشة دي حاصلة على شهادة الاي كومفورت من TUV، باختصار هي بتضمن لك ان انت لو اتفرجت على الشاشة دي بفترات كبيرة عينك ما توجعكش. وكل التقنيات دي مش بس كلام يعني، انت لما تيجي تبص على الشاشة من اي زاوية هتلاقي الالوان حلوة جدا، الالوان مشبعة، طبعا مش زي الاولد اللي بتنزله LG، ولكن دي اقرب حاجة للاولد يعني. الاسود هنا هتلاقيه غامق جدا، اغمق اسود هتلاقيه في ال LED، وكمان توليد الالوان بيفكرك بالاولد، او تشبع الالوان نفسه بيفكرك بالاولد. انا مشغل فيديو من يوتيوب وهيجي اعلان دلوقتي عشان يبوظ لي الفيديو اللي انا بصوره، كنت اتمنى ان هي تيجي بدقه 8K مش 4K، خصوصا مع الحجم ال 75 بوصه ده، ولكن لو قعدت على مسافه من الشاشه، لان هي طبعا كبيره جدا فلازم تقعد على مسافه منها، مش هتلاحظ اي بكسلات واضحه وهتلاقي الصوره نقيه جدا جدا، هتحس ان انت هتلمس الممثلين مثلا لو انت هتتفرج على فيلم ولا حاجه من كتر ما الشاشه كبيره جدا. دي خواص الشاشه نفسها، ولكن LG ما وقفتش عند كده. LG عندها سوفت وير اسمه الويب او اس، النسخه دي اسمها ويب او اس 6.0، وللحقيقه في اول 3 4 ايام كده كان ملخبط شويه يعني، ما كنتش اقدر اتعود عليه او ما كنتش قادر استخدمه شويه، ولكن بعد الاربع ايام لقيته سهل جدا وانا اللي مش عارف استخدمه. طبعا زي ما انتم شايفين الماوس اللي انا بحركه، وده من خلال الريموت الرهيب جدا اللي LG بتسميه ماجيك ريموت. الماجيك ريموت هو بيشتغل زي ماوس بس في الهواء يعني، لو حركت كده في الهواء بيتحرك الماوس. دي الصراحه ما لقيتهاش افضل عمليه قوي، لان الماوس حركته ما بتبقاش زي الماوس اللي انا ماسكه في ايدي بتاع الكمبيوتر، لا حركته بتبقى سريعه قوي، ممكن ان انا ابطئها يعني اظبطها، ولكن يعني ما اتعودتش عليها قوي، فانا عشان كده ايه بروح لاغي الماوس وعادي شغال بالريموت عادي جدا زي اي تلفزيون. طبعا اول ما تدوس على زرار الهوم كده هيفتح لك الهوم اللي انتم شايفينها دي. الهوم دي عباره عن اب ليست، مثلا عندك يوتيوب وامازون برايم مشاهد وابل تي في وكل البرامج اللي انت عايزها، وكمان عندك هنا زي متجر تطبيقات او اب ستور، في المتجر ده في كل التطبيقات اللي انت تتخيلها، وفي العاب كمان لو عايز تلعب، في لعبه عربيات وفي العاب كتير جدا، ممكن اطفالكم مثلا لو انتوا عندكم اطفال صغيره تقعد تلعب على التلفزيون ده بدون اي مشاكل. عندك خاصيه هنا لذيذه قوي اسمها سبورتس الارت، دي لما بتفعلها ومثلا انت بتتابع ماتشات او حاجه التلفزيون هتلاقيه مطلع لك نوتيفيكيشن بيقول لك خلي بالك في ماتش وكذا وكذا شغال دلوقتي، افتح عشان تتفرج عليه، ف ميزه حلوه قوي الصراحه. عندك برضو الويب براوزر السريع جدا اللي انت ممكن تتصفح على الانترنت بشكل عادي جدا، ممكن لو عندك مثلا مواقع بتفتح ماتشات او حاجه ممكن تتفرج على هنا، انا بعمل كده على فكره على طول، مش مشترك في بين ولا حاجه. عندك الفيسبوك هنا، ممكن تفتح الفيسبوك من التلفزيون عادي جدا، تلفزيون سمارت بقى فممكن تعمل فيه اي حاجه. وكمان الماجيك ريموت اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الماوس ده ممكن انا بقعد العب الصراحة ما بستخدموش قوي بس بقعد العب بيه كده. واللي بيخليك تشغل كل الكلام ده بكل سهولة وسلاسة وهو البروسيسور بتاع التلفزيون ده. البروسيسور اللي في التلفزيون ده اسمه الفا 5، هو اللي بيخليك ان انت تقدر تجيب الصورة الرهيبة جدا اللي بيطلعها التلفزيون ده، هو اللي بيعمل كل حاجة. لو انت مشغل دش مثلا والصورة مش واضحة، البروسيسور ده ممكن ينقيها بالذكاء الاصطناعي. البروسيسور ده كمان بيتعلم انت عايز الصورة عاملة ازاي من خلال طبعا السيتنجز اللي انت بتعملها، وكمان الفوليوم بتاعك او تحديد الصوت بتاعك هو بيتعلم كل الكلام ده،
التسويق بالذكاء الاصطناعي اللي جواه ممكن يظبط لك الصوره على حسب انت كنت عايز ايه او انت كنت عامل ايه قبل كده. كمان الشاشه دي فيها حاجه اسمها AI Sound او الذكاء الاصطناعي الصوتي مثلا، ودي خاصيه بتحسن بشكل كبير جدا مخارج الصوت بحيث ان هي ممكن تطلعه 5.1 او صوت سراوند ساوند، مع وجود خاصيه كمان ان انت ممكن توصل اكتر من سماعه بلوتوث على التلفزيون ده وتعمل زي هوم ثياتر صغير كده. ولكن مع كل التعديلات الاي اي والذكاء الاصطناعي في الصور والحاجات الجميله جدا دي، برضو لما تيجي تتفرج على فيلم على التلفزيون ده مش هتلاقيه افضل حاجه. وعشان كده ال جي عملت لك حاجه اسمها فيلم ميكر مود. فيلم ميكر مود بيطفي اي تحسينات او اي حاجه متدخله من الذكاء الاصطناعي او من التلفزيون وبيخلي لك الفيلم زي ما هو. وده الصراحه اللي انا بستخدمه لما باجي اتفرج على اي فيلم هنا في التلفزيون ده. كمان الشاشه دي بتدعم محتوى ال HDR، لو انت بتتفرج على نتفليكس او OSN او شاهد او اي حاجه فيلم HDR بتدعم المحتوى ال HDR بدون اي مشاكل. الشاشه دي برضو فيها خاصيه اسمها جيم اوبتمايزر، بتتيح ان الليتنسي بتاعت الشاشه دي بتقل والفريم ريت بيبقى اعلى حاجه، وبتخليك ان انت تقدر تلعب على الشاشه دي لو عندك مثلا كونسول طبعا بلاي ستيشن او حاجه، على طول بتشغل الجيم مود اوبتمايزر. حابب اقول حاجه بسيطه كده بخصوص الجيمز، ان التلفزيون ده الوحيد تقريبا اللي بيسمح لك ان انت تتفرج على ستريم من تويتش، يعني لو واحد جيم ستريم مثلا من تويتش تتفرج عليه في التلفزيون ده. مش عارف التلفزيون التانية ليه مش عاملين كده، بس ال جي مهتمة بالجيمرز ومهتمة بموضوع الجيمينج ده. ده طبعا ما يمنعش ان الشاشة دي شاشة عادية جدا، تلفزيون عادي ممكن توسع عليه الريسيفر وتتفرج على الدش بشكل عادي جدا، وبيعرض الكواليتي طبعا القنوات ال اتش دي بيعرض كواليتي مش طبيعية زي ما انتم شايفين، غير ان هو حجمه رهيب جدا. فزي ما انا قلت هتحس ان انت جوه الحاجة، لو انت بتتفرج على فيلم تحس ان انت جوه الفيلم صراحة. والتلفزيون ده سعره غالبا 28000 جنيه 29000 جنيه، مش متأكد قوي ولكن هو في حدود السعر ده. طبعا ال 75 بوصة بيبقى اغلى طبعا من ال 65 وال 55 والكلام ده، فما تقارنوش السعر ده بتلفزيونات ال 65 وال 55 لان ده زي ما قلنا 75 بوصة. بس كده، دي كانت تجربتي مع هذا العملاق ال 75 بوصة من ال جي نانو سيل. قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، ايه رايكم في هذا الوحش وهل يستاهل سعره ولا لا، وايه اكتر امكانيه عجبتك في الوحش ده؟ قول لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.